يا صباح الهنا ويا صباح السرور لأحلى متتبعين في القناة، مرحبا بكم عندي البنات، شرفتوني يا أحلى ناس. شكرا على تعليقاتكم، شكرا على تشجيعاتكم. القناة بفضلكم راهي تكبر يوم ورا يوم، وهذا شيء فرحني وشجعني أني نزيد نقدم لكم الأفضل ما عندي. اليوم البنات كما تشوفوا نهاري يبدأ بكري دايما كما أي أم. وتاني الشتاء نهار قصير، دونك جام بيان بروفيتي دو مي جورني. اليوم جبت لكم وصفات صحية سهلة في متناول الجميع. عندنا إن شاء الله حساء بالخضر، عصير فواكه صحي، وعندنا كريب ونوتيلا بور الغوتي. دونك سي سا فوز انتيغاس نخليكم تتبعوا لا فيديو جوسكا لا فان. فوالا حبيباتي، قلت لكم الوصفة الأولى تكون يعني حساء بالخضر، جد صحي سخته مع هذا البرد ومع هذا الشتاء، يا با ميو. اي جو سي كو جو سوي با لا سول، انا بيرسونيلمون تو لي دو جور تو لي تخوا جور تلقاوني ندير ان سوب. دايما جاكومبان افيك دو بان ميزون ولا افيك اون سالاد ولا افيك اون بتيت انتري بور لو سوار. فرانشمون سي تري تري بون. ومن بعد نروحو نشوفو الوصفة الثانية. ودركا حبيباتي نجوز ونشوفو الوصفة الثانية، يعني نديلكم غير مقدمات صغيرة وش راحين وش يكون عندنا وصفات لنهار اليوم. الوصفة الأولى كانت حساء بالخضر، الوصفة الثانية عندي ان جو فيتاميني، يعني وصفة سهلة سريع التحضير يعني بالموز وبالبرتقال. لا ان شاء الله جو بارتاجي افيك فو ما روسيت دو جو دورانج اي بانان بيان فيتاميني. داك النهار درت لكم جو على كاروت اي اورانج، دونك سيتي بيان ريوسي. بزاف بنات جربوا الوصفه وبعثوا لي لي فوتو. نشكركم البنات على الثقه تاعكم، ميرسي بوكو بور فوتر كونفيونس. ونجوزو نشوفوا لا سويت مع بعضنا. فوالا حبيباتي، نجوز نشوفوا المقادير اللي نحتاجوهم لوصفات اليوم. للعصير نحتاجو برتقال وموز وحليب. تاني نقدم لكم طريقة تقديم راقية وباهية، وبزاف بناتي طلبوني دايما منا ديرينا دي بتيت بريزونطاسيون هكذا، ونحاول في أي فيديو نحب نقدم لكم يعني طريقة تقديم تكون راقية وجميلة. وللحساء عندي لفت بطاطا جزر وبصل، ونكملوا لا فيديو مع بعضنا. البنات يعني سر نجاح الحساء باش يجينا بنين، ما نطيبوش غير هكذاك في الماء يجي صامت. نبنوه شويه، انا عندي كمون ملح وشويه زبده. الخضره تاعي نقيتها غسلتها، ونجوزو دركا نشوفو الطريقه كامله لتحضير الحساء. حبيباتي شوفوا لهنا، قطعت الخضره تاعي قطع صغيره باش من بعد كي نرحيها ما تعينيش. ولهنا البصله قطعتها بهذا الشكل باسكو راح نزيد عليها هذيك الزبده والتوابل، ونرمي عليها هذوك الخضر يعني نقليهم باش يعطيونا هذاك الذوق البنين للحساء. فوالا البنات، لهنا كما قلت لكم باش تجيكم يعني الحساء تاعكم بنين ما يجيش صامت، حطوا شويه زبده، ضيفوا عليه هذيك البصله المقطعه، قليوها مليح حتى تدبل هذيك البصله، زيدوا عليها الكمون، مم الكمون يعني فيه فوائد كثيره، وخليوها تدبل، ومن بعد ارميوا عليها هذيك الخضروات. فوالا البنات، دونك كيما راكم تشوفوا لهنا الخضره تاعي تقلات سوبر بيان مع هذيك البصله المدبله. نزيد عليها الماء ونخليها تطيب لمده 15 20 دقيقه جوست باش يعني الطياب يدخل في هذيك الخضره. نخليها تغلي وانا نروح في هذا لو طون نربح الوقت ونكمل العصير تاعي. دونك نخليكم تتبعوا معايا. فوالا حبيباتي، دونك نخلي لي ليغوم تاعي يطيبو
وانا نجي لهنا باش نوجد نقص الموز تاعي دي بتي دغندال، نزيد نعصر العصير تاعي ونخليكم تكملوا الوصفه. فوالا حبيباتي، دونك اون فوا عصرت البرتقال تاعي لهنا، دونك نجي نصبو دون زان بول يعني باش نلقى راحتي في الخدمه، نضيف عليه هذاك الحليب، ومن بعد نضيف الموز تاعي اللي قطعته قطع صغيره، ومن بعد اون فوا دونك نخلط هاد المكونات كامل افيك ان ميكسور بلونجون، جو ميكس تو وباش نتحصلوا على عصير. لهنا البنات ريحته يعني ما نقولكمش تشهي، ريحه الموز مع ريحه البرتقال. لهنا اللي يحب تقدروا تزيدوا عليه لو جينجومبر، ثاني يجينا يسخف صحي ثاني 1000%. فوالا حبيباتي، وهذا هو الشكل النهائي لعصير البرتقال مع الموز. قلت لكم وصفة صحية يعني بدون سكر، انا عصائر كامل اللي نديرهم ما نضيفش لهم السكر، نحبهم يكونوا هكذا صحيين. عندنا ديجا السكر في الفاكية ناتشورالمون، دونك ما نحتاجوش يعني نزيدو نضيفو السكر ونفزدو له هذاك الطعم الطبيعي تاعو. ميم البنات اللي عندهم حميه غذائيه، اللي عندهم ريجيم اليمونتير، يقدروا يشربوا سو جونغ دو جو بيان فيتاميني. وهذه هي كانت طريقه التقديم، ان شاء الله تعجبكم. ودركا نروحو نشوفو حساء الخضار. هنا حبيباتي، دونك بعد ما الخضره تاعي ما طابت، هزيتها بها بالماء اللي فيها، دونك حطيتها دون زان بول. البنات انا سر نجاح الحساء باش يجيكم يعني بنين، ضيفوا ليه ان فروماج جونغ فاش كيري ولا كريم فريش. دونك نخليكم تتبعوا البنات الطريقه. فوالا حبيباتي، هذا هو الحساء لنهار اليوم. شفتوا قبيله في المقادير حطيت فيها البطاطا، بس كنحب الحساء تاني يجيني عاقد. البنات اللي تحب يعني الحساء تاعها يجي ما يجيش ثقيل، يجي خفيف، تقدروا تستغناو على البطاطا، ويعني باش تجيكم هذاك لو كوتي اونكتو تاع لا سوب، ضيفوا ليه كريم فريش ولا فروماج فاش كيري، وتاكلوا بالصحه ولهنا ان شاء الله. فوالا حبيباتي، دونك هذا هو كان حساء الخضار. قلت لكم يعني باش تزيدوا يعني البنه في الحساء تاعكم، تقدروا تضيفوا ليه فروماج كيري ولا كريم فريش، هذا يبقى اختياري حسب الذوق تاعكم. ان شاء الله طريقه التقديم تكون نالت اعجابكم. راني في كل مره يعني نحاول نعطيكم فكره تقديم يعني راقيه ومليحه. فوالا البنات، الجو تاعنا تاني شفتوا طريقه التقديم، ان شاء الله تعجبكم. وهذا هو يعني الهدف من القناه، يعني نحاول نقدم لكم يعني افكار بسيطه للتقديم، ونعطيكم يعني وصفات صحيه ونكملوها بالحلاوه. نروحو نشوفو لي كريب نوتيلا. نجوزو حبيباتي نشوفو الوصفه الاخيره لنهار اليوم، وهي لي كريب نوتيلا. إن غوسيت غابيد إي فاسيل، تقدروا مام يعني تحضروها مع ولادكم، هذا شي يفرحهم أنه دخلوهم الكوزينة معاكم ويحضروا معاكم وصفة الكريب ونوتيلا. دونك نشوفوا لاسويت مع بعضنا. دونك إن فوا البنات توجدوا كامل المقادير وبريباري تو لي زانغريديون، لا جو لاس سويفغ لا بريباراسيون. شوفوا معايا حبيباتي باش تجيكم الطريقه سهله بور بريباري لا بات ا كريب. دونك العظام والحليب خلطوهم مع بعضهم، يعني السوائل مع بعضهم والمكونات الجافه مع بعضهم، كيما الفرينه والملح والسكر. ولهنا تنسموا الحليب تاعكم مع البيض مع قطرات من فاني ليكيد، ومن بعد نخليكم تبعوا الطريقه سهله جدا.
فوالا حبيباتي، وختامها مسك، وانا ختمتها لكم بانديلي سكري اللي هو كان كريب نوتيلا، وقدمتهم بهذه الطريقه ومع هذاك العصير يعني بيان فيتاميني يشهي. يعني ما كانش احلى هديه تقدميها لولادك كوم غوتي افيك ان ديليس في ميزون. ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم. فوالا حبيباتي، وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله الوصفات اللي عطيتكم اليوم إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. وعدتكم باش نعطيكم في كل مرة طريقة تقديم وأشك فنوفي ببعدي. شكرا على تشجيعاتكم، تعليقاتكم دايما يعني تشجعني باش نزيد نعطيكم الأفضل. نطلب منكم البنات اللي عجبتكم القناة اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اللي عجبتكم الفيديو لايكي وبارتاجي، laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. وانا نقول لكم في امان الله في وصفه جديده ان شاء الله. La prochaine recette ان شاء الله ça sera des sablés à la crème citron, donc il faut pas rater. Bye bye les filles.